نحن لا ننكر على الأغنياء مالهم، لكن نحذرهم، واسمح لي أن أطيل في هذا الجانب. جميل. أن علاقتك بالمال ثلاثة أصناف: إما أن تعطيه كله لله، وهي مرتبة الصديقين، ما تركت لأهلك يا أبا بكر تركت لهم الله ورسوله. ليس معنى ذلك أنه بات في الشارع، لا، عنده قوته وعنده سكنه وعنده ضرورياته، لكن خرج من ماله قيل 4 مرات كله. ولذلك أحسن من يحارب الشح من هو؟ هذا الرجل أبو بكر. فلما برز الشح وصارت له قوة، كان سيف الصديق وقد جاوز 60 من عمره أشد عليهم من كل شيء. الأمر الثاني المناصفة، هذه أخلاق المؤمن. ما تركت لأهلك يا عمر، جئتك تركت بمثل ما جئتك به يا رسول الله، بارك الله لك فيما أبقيت وفيما أنفقت. وهذه مرتبة المتقين. أما المرتبة الثالثة إن لم تكن من أهلها، يا رجل الأعمال ويا أيها التاجر انتبه، إن لم تكن من أهلها، وهي ليست كل المال ولا نصفه ولا ثلثه ولا ربعه، وإنما هو ربع العشر في الأموال، وأحيانا العشر في المزروعات. مرة واحدة أصلا، ومرة واحدة، مرة واحدة في العام، مرة واحدة. إن لم تفعل هذه فليس لك إلا النار. وينطبق عليك قول الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم. وانظر إلى هذا التصوير بعذاب أليم. ثم تعرضت إلى أماكن المال وأثر المال فتقوى بها جباههم، أثر المال الرفعة، وجنوبهم، لأن المال يوضع في الجنب أو يجده كأنه إلى جنبه، فما في الخزائن وفي المصارف ستقوى به إن لم تسارع وتنزع البخل. ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. إذا استطعنا أن نزرع، قول الله في الحديث القدسي لا يجاورني فيك بخيل، يقصد الجنة، لا يجاورني فيك بخيل. نعم.